محتاجين ننشئ نظام جديد، هذا النظام يكون قادرا على تحمل مسؤوليات الدستوريه. طب بس مين قال ان الاحزاب جاهزه للنظام القائم يا دكتور؟ نعم، مين قال ان الاحزاب جاهزه؟ لا، هي الاحزاب هتجيب منين؟ ممكن استثني حزب النور لانه عنده قواعد، لكن يعني مش كل الاحزاب بتتمتع بهذه الميزه. هو في حاجه بسيطه، هو الاحزاب هتجيب منين؟ هتجيب الناس المستقلين دول هتدرجهم داخل اطار الحزب. وما هتجيب منين؟ يعني هتجيب، مش هتجيب من الخارج، هتجيب من الناس المستقله اللي هيدخلوا دول. هتنتقل الناس البرنامج الحزبي كاملا، والبرنامج التشريعي، برنامج التصور بالنسبه للحكومه، وده يعني لان طالما انت هيبقى في هينجح ناس فرديين يبقى ينجحوا خلال الحزب، وبالتالي يلتزموا بالتزام عام ويكونوا فيه نوع تكتل معين. مش عايزين ينجحوا من خلال الحزب. خلاص يبقى خلاص 50 و50، يبقى احنا عملنا فرصه لحزب قويه وفرصه للفرد اللي عايز يخش. طيب هو انا عايز حته تعقيب. اتفضل. طب ما سعادتك ما تضم من المستقلين وتنزلهم فردي. ليه انت مصمم ان انت تنزلهم قايمه؟ وبالاضافه ان احنا مش عايزين نرجع لما مضى في عهد الحزب الوطني الديمقراطي، ان انا بدفع النص مليون والمليون عشان انزل ابقى مرشح الداره الانتخابيه لكم حماده او دراو او دير مواس. النهارده انا متاح ليا لو انصحت هذه المعلومه ان هناك 630 منهم 30 معاينين و600 150 120 و480 فردي على الاحزاب ان تتحرك حقيقه على المستقلين وتنزلهم فردي. جميل. ليه انا نزلهم حضرتك حاجه؟ اقول لحضرتك حاجه من باب الحوار المفتوح مع اخي وحبيبي الاستاذ. الله يبارك فيك يا دكتور، ربنا يحفظك. بالنسبه للفردي، الفردي عكس ما تقول، يعني ما خلينا الفردي ده اللي له عائله اللي معاها فلوس هترجع الايه الفكره القديمه تاني ما قبل 25 يناير يصدق. اما الحزب في واحد استاذ دكتور يقدر يدي في البرلمان والاربعه اللي وراهم، الحزب يخش والاربعه اللي تدخل في الاخر ايضا، يعني مش ممكن ده. ايه طبعا هديك نموذج، انتخابات البرلمانيه التشريعيه مجلس الشعب الماضي حزب المصري الديمقراطي اولم يتحرك على المحافظات لجمع العائلات في الصعيد وحصل على هذه حزب الوفد ذاته. انظر الى حزب النور في الانتخابات الماضيه، كلما اقتربت من الكتل السكانيه في الى منطقه الصحراء ستجد ان الصوت الانتخابي راح على مين. فبالتالي انا لو لجأت للعائلات اللي هناك هيبقى الحزب النور. طيب يعني في نقطه اخرى مهمه جدا، انه يعني هناك ايضا من يقول انه المزاج العام للناخب المصري دائما ما يفضل الفردي وليس المختلط ولا القائمه، يعني لانه هو تعود على كده من سنه 23 بينتخب بالطريقه دي نظام الفردي، وانه دايما لما بيكون في نظام مختلط بترفع قضايا ويتم حل هذه البرلمانات. الله عليك، حلوه قوي النقطه الاخيره دي. انا عايز اذكر الناس ان مصر اللي احنا عايشين فيها دي من سنه 341 قبل الميلاد من حكم نخبه نكتنبو الثاني، نخبه امبو الثاني النطق بتاعها، اخر حاكم مصري حكم مصر الموحده 341، واول حاكم جه بعديه سنه 1952، يعني بتكلم عن 2392 سنه، يعني اكتر من عمر الدول اللي موجوده من واحد ميلادي لغايه 2014. هذا الشعب لو بخدنا ان هو تعود وخلاص رسخت بقى لديه قواعد العبوديه وان هو محطوط جنب الحيطه، 2400 سنه بيحكم من خارجه. فبالتالي احنا بنفس المنطقه نقول ان خلاص ما فيش، لا المواطن المصري ده حطه على جنب ملوش اي لازمه، ولكن تظهر فيه المصريه الحقيقيه في لحظات هو يجيد الاختيار. هذا الشعب الامي الجاهل الذي لا يعلم باساليب الديمقراطيه الحديثه الى اخر الكلام اللي احنا بنسمعه طول الوقت من ايام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك. اقول لك حاجه قد كده، في الانتخابات الشعب الماضيه في الفردي واللي في القايمه تلت اصوات الحضور الصحيح كان بيتنافس عليه اثنين مرشحين، مرشحي حزب النور ومرشحي حزب الحريه والعداله، بينما تلتين اصوات الحضور الصحيح لم يعطي للاثنين، اداه لما هو دون ذلك. ايه اللي حصل طيب؟ ليه بقت الاغلبيه لحزب النور وحزب الحريه والعداله؟ لان التلتين دول كان اقل دايره انتخابيه، الدايره الرابعه كم حماده بحيره كانت 40 مرشح، وهنا في شمال القاهره كانت 229 مرشح. اذا المواطن يعلم ويعي وبيتحرك وبيتعلم من تجاربه بسرعه، والدليل على كده انا قلت جمله وباكد عليها تاني، ان احنا في 19 محافظه، في 18 محافظه عندنا 3067 قريه. من دلوقتي انا بقول لك كل قريه فيها اثنين مرشحين على الاقل ان لم يكن. بس سؤالي كان ايضا على فكره انه لما بيكون في برلمان في نظام مختلط بيطعن عليه وهذا البرلمان بيسقط.
ما عادش لاننا ماده الدستور بيقول له ان يتخذ ان ينتخب بنظام القائمه او الفرد او الجمع بينهم. كان بيطعن عليه لان ما فيش نص دستوري زي ده. طب انا فالنص ده موجود اضيف عليه موجود النص ده موجود اضيف يقول اما النص ده موجود لا ده هنضيف حته جديده واما احد خلاص هذا رائع. الاضافه بقى الجديده نحن في هذه اللحظه نحكم بباب الاحكام الانتقاليه فقط من الدستور المصري. ليه؟ لان لما اخش على الماده 208 اللي بتتكلم عن الهيئه الوطنيه للانتخابات بتفترض افتراضيه الهيئه الوطنيه للانتخابات هي مستقله تختص دون الى اخره واقتراحها وكل ذلك كله على نحو الذي ينظمه القانون. وارجع اروح على باب الاحكام الانتقاليه فيما يتعلق في الانتخابات في الماده 228 تتولى اللجنه العليا للانتخابات ولجنه الانتخابات الرئاسيه القائمتين في تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل على اول انتخابات تشريعيه. اذا النهارده 247 ماده على الرغم ان الماده 247 بتقول ان يعمل بهذا الدستور من تاريخ الموافقه عليه من الغالبيه الحزمى للحضور الا انك ما زلت تحتاج 246 قانون منظم لهذه النصوص الدستوريه. لا معلش عشان بس تفهم لانه الموضوع كده سهل مسحته يعني احنا ماشيين فقط الان بالانتقاليه في الدستور. طيب هذه المواد القوانين التي تيسر العمل دي المواد الانتقاليه اللي احنا ماشيين بيها هل فيها فكره ان احنا نختار نجمع ما بين الفردي والقائمه ولا لا ولا ده في الدستور بعد كده اللي هيتم يعني استقراره؟ استاذ كريم مع انه قانوني اصل لفكره انا يعني مخالفه فيها وهي ان الماده دي ماده ال 28 ولا 8 الماده اللي هي ماده اللجنه الانتخابات الماده دي تتعلق بالاجراءات التي تلتزم بها اللجنه لكنها لا تنفي الالتزام ببقيه احكام الدستور فيما يتعلق بمجلس الشعب وما ما يلزم فيه وما لا يلزم وما لا يجوز فيه. هذا صحيح ولكن خارج المرحله الانتقاليه. لا معلش معلش حضرتك اقراها تاني هتجد ده فيها تتعلق بايه؟ هتتعلق بايه؟ الماده دي تتعلق بايه؟ هذه الماده 22 هذه الماده تتعلق بعمل اللجنه ولا تتعلق ببقيه الاحكام والا احنا هنهدر كل مواد لا رقم 2 رقم 2 بقى حضرتك بتقول عايزه قانون تمام. طب ما هو القانون بيتعمل اهو اللي تسيير الاحكام الانتقاليه هذا القانون لا غير الدليل قانون الدليل على لا 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 الدستوري الدليل بناء على الماده دي تتعلق بعمل اللجنه لا تتعلق الاصل لا طيب عشان عشان بس هي نقطه اخيره منك نقطه اخيره حضرتك بتقول انه لن يطعن على القانون لو طلع مختلط وحضرتك بتقول ايه ان طعن لم يحكم بعدم الدستوريه لن يحكم يبقى نفس الكلام بس لا لان هناك من بيدعو في الشارع دلوقتي وبيقول ان هذا القانون لا يخرج من مؤسسه الرئاسه فيما يتعلق به قانون حقوق مباشر الحقوق السياسيه وقانون مجلس النواب هيطعن عليهم بعدم الدستوريه والمجلس المبني عليهم باطل لانه مخالف للنصوص الدستوريه هو طيب فاحنا بنقول له من دلوقتي بنقول له من دلوقتي هذا لن يحدث ومن ثم في نموذج موجود تم الطعن على قانون التظاهر صح انا بقول اهو لن يحكم في هذه القضيه دستوريه او عدم دستوريه الا بمجيء مجلس النواب القادم. طيب طيب هنكمل بس معانا مداخله تليفونيه من الاستاذ احمد حسن الامين العام للحزب العربي الناصري. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا مساء الخير اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بنتكلم طبعا في هذا الحوار عن البرلمان القادم اللي هيجمع هيكون نظامه مختلط هيجمع ما بين الفردي والقائمه ده اللي استقرت عليه لجنه تعديل قانوني مباشره الحقوق السياسيه والانتخابات البرلمانيه لكن النسب مش معروفه. انتم كحزب الحزب العربي الناصري هل انتم مع الفردي ام مع القائمه ام مع المختلط؟ يعني انا بتصور انه البرلمان الجاي برلمان في اوضاع حساسه جدا. البلد محتاجه الى برلمان تشريعي يتواكب مع الظروف التي تعيشها البلد ويستطيع انه يقرر تشريعات تحتاجها مستقبل البلد. الحقيقه انا مش فاهم يعني ليه اللجان اللي عماله بتحط هذه القوانين او بتشرع هذه القوانين لماذا لا تراعي الظروف السابقه؟ لماذا لا تفحص الانتقادات السابقه على اللي مرت بيها مصر؟ في مصر مرت ثلاث انتخابات بنظام القائمه ونظام القائمه والفردي ونظام القائمه ومقعد المراه وغيره من هذه الانظمه بالرغم من ذلك طعن عليها بعدم دستوريه وقضي بعدم دستوريه.
في اصرار غريب جدا انه يتعمل نظام قائمه وقائم طلبه وغير ذلك. في مصر منذ زمن طويل جدا كل الانتخابات البرلمانيه تتم بنظام الفردي حتى يتعرف الناخب مباشره على من ينتخب. أيوه. نظام القائمه قلنا فيه قبل كده مرات كثيره جدا انه الناخب لا يتعرف الا على واحد او اثنين من قائمه. صحيح. وبالتالي من الممكن ان تكون القائمه تضم افراد او شخصيات لا يطلبها الناخب، لا يعطيها الناخب صوته. ومن هنا تمرر هذه الاصوات او تمرر هذه الشخصيات الى مجلس النواب او الى البرلمان دون ان يكون في من حق الناخب انه يعترض عليها او لا يعترض عليها. لماذا هذا الاصرار؟ احنا لا ندري لماذا هذا الاصرار. احنا في راينا انه الانتخابات الفرديه انتخابات تضمن الاختيار الصحيح للناخبين المصريين. قيل اشياء كثيره جدا حوالين الانتخابات الفرديه وحوالين الانتخابات بالقائمه، قالوا انه الانتخابات الفرديه فيها انفاق مالي كبير جدا. واحنا طلبنا من الناس اللي بتتكلم في هذا الكلام انهم يطلعوا على بيانات الانفاق في الانتخابات التي تمت فرديه وهي كثيره جدا والانتخابات التي تمت بالقائمه. سوف يجدوا ان الانتخابات التي تمت بالقائمه انفاقها المالي